هذا السائل يسأل عن حكم تحديد النسل لأجل الأولاد وفضيلة الشيخ وتربيتهم. تحديد النسل لا يجوز إلا إذا خشي على الأم من الحمل أن يكون سبباً للقضاء عليها أو لموتها، حينئذ يوقف الحمل دفعاً للضرر، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كانت الأم سليمة فلا يجوز قطع النسل، بل المطلوب النسل مطلوب، وتكثير الذرية مطلوب، والرزق على الله، ولا يتأثر الإنسان بدعايات الكفار الذين يريدون تقليل أعداد المسلمين ويكيدون لهم بمثل هذه الشائعات. فعلى المسلم أن يتوكل على الله وأن يحتسب الأجر والثواب، ربما يرزقه الله أولادا صالحين ينفعونه حيا وميتا وينفعون المسلمين، فيحسن النية في ذلك ولا يتأثر بدعايات الأعداء أو الجهال. نعم. إذن الشيخ صالح، هناك فرق بين تحديد النسل وتنظيم النسل. تنظيم النسل شيء آخر، هذا إذا كانت الأم لا تتحمل توالي الحمل عليها لكونها ضعيفة ولا تتحمل تقارب الحمل عليها، فلها أن تأخذ ما يؤخر الحمل عنها حتى تستعد صحيا وجسميا لاستقبال الحمل الجديد، وهذا يسمى تنظيم الحمل ولا يسمى تحديد النسل.